بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم ذكر رواية عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. ثم ذكر أيضا رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة رحمه الله: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أن يسقيت في هذه بعتاقات ثويبة. بيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، تكلم على مسألة الرضاع وما يحرم بالرضاع. وكما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كأن الأمر يتحول إلى النسب. فلذلك ذكر الرواية الأولى عن عائشة رضي الله عنها أن ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. يبقى ده عم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمية من الرضاعة دخل علي. فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. يبقى ده عم حفصة من الرضاعة. يبقى على ذلك حفصة ارتضعت من هذه المرأة الذي هذا زوجها، وهذا أخو زوج هذه المرأة. يبقى عم حفصة من الرضاعة. يبقى زي النسب بالضبط. يبقى كان الأمر ينقلب إلى نسب. يبقى هذه أمها من الرضاعة، هذا أبوها من الرضاعة، هذا أخوها من الرضاعة، هذه عمتها من الرضاعة، هذه خالتها من الرضاعة. يبقى تنتشر الحرمة كحال النسب، كحال النسب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. يبقى ما يحرم النسب، يبقى ده أمها من نسبا، وده خالتها نسبا، عمتها نسبا. يبقى نشيل النسب ونضع الرضاعة، عمتها من الرضاعة، عموها من الرضاعة،
خاله من الرضاعة، خالته من الرضاعة، أخوها من الرضاعة، يبقى بنت أخيها من الرضاعة، يبقى دي كلها أساسا تحرم الرضاعة، تحرم ما تحرم الولادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخ رضاعة، وحمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاز رجل أن تزوج بنت عمه، يبقى جاز رجل أن تزوج ببنت عمه، ولكن هو كما قال إنها ابنة أخ رضاعة، يبقى رضع هو وحمزة رضي الله عنه، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، يبقى عمه وأخوه من الرضاعة، يبقى لو كانت بنت عمه فقط لتزوج بها، ولكن الحرمة سبب الحرمة أنه رضع مع حمزة رضي الله عنه، فكان أخوه من الرضاعة، وبالتالي أصبحت بنته بنت أخيه من الرضاعة، بنت عمي ولكن هي بنت أخيه الرضاعة، فعلى ذلك انتشر الحرمة من هذا الطريق، قال أنها ابنة أخي من الرضاعة. ثم ذكر رواية أيضا عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها، ذكرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها، أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، أخبرتها أنها قالت رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان أختها، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية، يعني مش هتمنعه من هذا الزواج، وأحب من شاركني في خير أختي. يبقى لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يتزوج عليها، فهي بحثت في ذلك الأمر يا ترى من يتزوج، فلذلك عرضت عليه أختها، عرض عليه أختها، فقال إن ذلك لا يحل لي، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا يحل لي. يعني طبعا هنا أن نجمع بين الأختين فدي من المحرمات كما بين ربنا سبحانه وتعالى، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ما يجوزش أنك أنت يجمع بين المرأة وأختها، كما أنه يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما ستأتي روايات، ولكن ده نص صريح في الآية أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وبالتالي لما عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لا يحل لي، قلت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، خبر كده يشاع ذلك الخبر، وبالتالي في أخبار كده بتشاع، يعني في أخبار بتشاع وكأنها حقائق، ولذلك قالت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، فقال بنت أم سلمة؟ قلت نعم، قال وأنها لم تكن رابطتي في حجري ما حلت لي، يعني من كذا جهة، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأما سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يبقى ذكر كده قالت له فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، طب الخبر ده جاء منين وانتشر إزاي؟ فدايما كده لابد كيف نتعامل مع الخبر بالتثبت، لابد من الاستبيان ولابد من التثبت، يعني نقول ان الذي نقل ذلك الخبر عسى ان يكون من الصادقين هو اساسا، يعني يعرف بصدق لا يعرف بالكذب، ولكن اخطا في نقل ذلك الخبر لانه نقله قبل ان يتثبت، والله تعالى امرنا بالتثبت فتبينوا، يعني في التبين والتثبت، يبقى عند الاخبار لا يقل انسان بنشر اي خبر الا بعد التثبت والتاكد من صحه ذلك الخبر، لذلك كما تقول فإننا نحدث، يعني كده حديث داير، حديث يدور في بين هؤلاء. فقال بنت أم سلمة بأكد، قلت نعم، قالت لو أنها لم تكن رابطتي في حجري وربائكم التي في حجركم من نسائكم التي دخلتم بهن، دي من المحرمات من النساء، يبقى آية محرمات النساء منها الربيبة التي تكون في حجر رجل طالما دخل بأمها، طالما دخل بأمها، إلا ما يدخل بأمها يبقى جاز هذا الأمر، يبقى بنت المرأة يبقى لا تحرم على الزوج إلا بعد البناء على أمها، يبقى لو عقد الرجل إن عقد النكاح على امرأة لها بنت أو لها بنات، يبقى البنات في الحالة دي أجنبيات لا يجوز أن يختلي بأي منهن إلا إن دخل بأمهن، إن دخل بالأم فعند ذلك يبقى تحرم هذه البنات، يبقى دي الحرمة، يبقى لو طلق المرأة قبل الدخول بها
بنت المرأة لم تحرم عليه بعد، لم تحرم عليه بعد، غير لما يعقد النكاح على البنت وما تحرم بمجرد العقد. لكن الحالة ده هي البنت، هذه المرأة لا تحرم على الزوج إلا بعد البناء بهذه الأم، إلا بعد البناء بهذه الأم، يبقى هي لم تحرم عليه إلا بالبناء، لأنه لو ترك أمها جاز الزواج هذه البنت طالما لم يبني بأمها. لكن غير لما يكون عقد النكاح على بنت هذه المرأة، فإن طلق هذه البنت قبل الدخول هو بمجرد العقد أم هذه البنت بتحرم على هذا الزوج. فقال بنت أم سلمة: قلت نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. أولا هي ربيبة في حجري ودخل بأمها، يبقى تحرم عليه حرمة أبدية. ده من جهة. في من جهة أخرى كما قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، يبقى أبو سلمة رضي الله عنه أخو النبي صلى الله عليه وسلم رضاعة، يبقى زينب بنت أبي سلمة، يبقى على ذلك نقول يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بنت أخيه من الرضاعة، يبقى زينب بنت أبي سلمة يبقى بنت أخيه من الرضاعة. يبقى كما أنه لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه نسبا، يبقى لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه من الرضاعة. فقال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يبقى دي من المحرمات، يبقى بنت المرأة التي بنى بها أصبحت كده تحرم عليه حرمة أبدية. أختها أيضا بتحرم عليه ولكن حرمة مؤقتة. يبقى إن تزوج رجل بامرأة وبنى بها، أخت المرأة دي تحرم عليه ولكن حرمة مؤقتة. إن طلق هذه الأخت ثم انقضت العدة جاز أن ينكح يعني أختها الثانية. غير بنت المرأة التي بنى بها تحرم حرمة أبدية، لكن دي حرمة مؤقتة أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلم، يبقى دي حرمة مؤقتة. لما عقد النكاح على هذه المرأة يبقى أخت هذه المرأة تحرم عليه حرمة مؤقتة. إن ماتت هذه المرأة أو طلقها ثم انقضت عدة هذه المرأة له أن تزوج بأختها. فلذلك قال: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة رحمه الله: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أرياه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، لم ألق بعدكم خيرا، يعني على ذلك غير أني سقيت في هذه، قال اللي هو في إبام أو بين الإبام والتي تليها، يعني قلة الماء الذي شربه أو قدم له. قال: بعتاقة ثويبة. يبقى ده جزاء لأنه أعتق ثويبة. لكن يا ترى هل العمل الصالح بينتفع به الكافر يوم القيامة؟ لا. يعني كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، والكافر يطعم بحسناته في الدنيا حتى إن كان في الآخرة، فعلى ذلك لا يجازى إلا بالنار. لكن دي حالات مخصوصة، هذه حالات مخصوصة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، أنه نقله إلى ضحضاح من النار، نقله إلى ضحضاح من النار. يبقى دي حالة مخصوصة، شفاعة مخصوصة لا تكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وده برضك أيضا ده مسألة مخصوصة، يبقى تختص بأبي لهب إن هو أساسا سقى هذا الماء القليل مقابل إن هو لما أعتق ثويبة جزي على ذلك. لكن هنا ترى الكافر لو مات وكان يعمل أعمال صالحة هل يكافى بها في الآخرة أو يخفف عنه العذاب في الآخرة؟ لا، دي حالات مخصوصة، يبقى بدليل مخصوص، دليل بينص على المسألة. لكن هنا نقول نعدي الحكم ده إلى غيرها، لا، لا نعدي ذلك الحكم إلى غيرها. يبقى أبو لهب يبقى سقي بعتقته لثويبة، السقي التي سقى التي سقي بها كان قليل من الماء، يبقى ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برضك المسألة في أبي طالب أنه أصبح في ضحضاح من النار، وكده شفاعة مخصوصة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أنه ما فيش شفاعة لكافر، الأصل أنه لا شفاعة لكافر، فالله تعالى نهانا أن نستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا من الأقارب،
حتى لو كانوا من الدرجة الأولى. ولذلك بينا أن عيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليه ما قالش الغفور الرحيم؟ لو قال الغفور الرحيم يبقى دي شفاعة للكافر، ولا شفاعة للكافر. لذلك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله تعالى يتصرف في ملكه كيفما شاء سبحانه وتعالى، لا تعقيب على حكم الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألوه. فيبقى لا شفاعة لكافر، لا شفاعة لكافر، لكن دي شفاعة مخصوصة يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حتى ينقل إلى ضحضاح من النار، حتى ينقل إلى ضحضاح من النار. وكذلك أيضا قال أبو لهب لم ألق بعدكم، يعني لم ألق خيرا أني سقيت في هذه. قال هو تجويف الإبهام، قال وبين الإبهام والتي تليها، يعني ده إشارة إلى قلة الماء. قال في هذه بعتاقتي ثويبة. ثم قال باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثير، وما يحرم من قليل الرضاع وكثير. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، قال انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. يعني إيه الرضاعة لا تعتبر؟ الرضاعة التي تعتبر لو كانت في الحولين، لو كانت بعد الحولين ولو بلحظة يبقى لا يعتد بها، لا يعتد بها. لذلك قال من قال لا رضاع إلا بعد حولين، بعد حولين بدي حتى لو كان بلحظات، يبقى ده انتهى الرضاع، ده كمال أو تمام الحولين، يبقى انتهى الرضاع. لو بعد انتهاء الحولين بفترة وجيزة كده الرضاع ذلك الطفل، يبقى لا يعتد بذلك، لا يعتد بذلك الأمر. قال لقول الله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يبقى ده تمام الرضاعة، يبقى تمام الرضاعة أن تكون في الحولين. وما يحرم من قليل الرضاع وكثير، يعني يا ترى الحرمة بتنتشر كيف؟ تنتشر الحرمة هل بالرضاع القليل ولا بعدد رضعات معلومة؟ فقال الإمام البخاري رحمه الله وما يحرم من قليل الرضاع وكثير، كان يرى أن الحرمة بتنتشر بالرضاع حتى لو لم يكن بعدد، بقليل الرضاع ككثير الرضاع. قال إطلاق الآية، قال حوليك لمن أراد يتم الرضاع، يبقى قال الرضاع بعد حولين. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، عرفت ذلك من وجهه، وبالتالي كانوا يقرؤون صفحات وجه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في حالة من الغضب، فعلى ذلك يظهر ذلك على وجهه، يظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم. وإحنا مر علينا الكلام في كعب بن مالك رضي الله عنه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نقل له الخبر الخبر الطيب فكان يرى هذا السرور على وجهه كأنه قطعة قمر كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه، يبقى السرور كده يرى على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أن الغضب يرى على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تغير وجهه رأت ذلك عائشة رضي الله عنها، فقالت إنه أخي، قال انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. الأمر محتاج إلى تثبت، محتاج إلى تثبت، مش خبر منقول لكن لا بد أن احنا نتثبت، لأن يقول والله فلان ده رضع مع فلانة، يبقى نتثبت من هذا الأمر مش مجرد كلام، يبقى عايزين الدليل والشهود على هذا الأمر، دليل والشهود على هذا الأمر، إلا إن كان خبر يعني بيستفاد ذلك الخبر بين الناس أو ينتشر بين الناس. قال انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة التي تعتبر إن كانت في الحولين، كانت بعد الحولين. ما احنا بنرى كده إن في أولاد ما زالت أيضا يعني في رضاع بعد الحولين، يبقى ده رضاع غير معتبر، غير معتبر. الرضاع اللي يعتبر قال الرضاعة من المجاعة، وبالتالي الرضاعة تكون في غضون الحولين، إن زاد عن ذلك فهذا ليس برضاع معتبر. فلذلك النبي
صلى الله عليه وسلم أراد من هذا التوجيه أن نتثبت من مسألة الرضاع. الإمام البخاري رحمه الله وكأنه يرى أن الرضاع القليل كالكثير في انتشار الحرمة، في انتشار الحرمة، ولكن يعني ليه؟ لأن قال الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وقال إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام كما قالت أم سلمة رضي الله عنها. يبقى متى يكون هذا الرضاع معتبر؟ إن كان في الحولين، لأن ده تمام الرضاع كما قال ربنا سبحانه لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب لبن الفحل. لبن الفحل، الفحل اللي هو يقصد به الزوج، يعني لبن الفحل اللي هو متسبب فيه. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليه وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. يبقى ده في مسألة الحرمة، هل تنتشر من جهة المرأة التي أرضعت وأمهاتكم التي أرضعنكم من جهة كده، ولا زوج المرأة دي أيضا تنتشر حرمة من جهته؟ يبقى ده هذه أمها من الرضاع، هذا أبوها من الرضاع، هي مين الذي أرضعت هذه مثلا هذا الصبي أو هذا الطفل بصفة عامة؟ المرأة. ولكن نقول ده اسمه لبن الفحل هو الذي تسبب في ذلك. يبقى هذا الرجل لما وطأ المرأة، حبلت المرأة وضعت، فعلى ذلك بيأتي هذا اللبن إلى ثدي المرأة. يا ترى إيه السبب في ذلك؟ يبقى كان اللي هو نكاح ذلك الزوج. أيضا بعد الوضع مع الوطء بيزداد ذلك اللبن، يبقى هو المتسبب أيضا في أيضا إضرار ذلك اللبن، وبالتالي يسمى لبن الفحل. يعني دي هي المرأة التي بترضع، لكن ده لبن الفحل هو تسبب في ذلك بوطء لهذه المرأة، بوطء لهذه المرأة ثم حبلت منه. فدائما المرأة لما بتضع بنجد أن ذلك اللبن بيجري في ثديها. جرى ليه؟ يبقى نتيجة الوضع. ومين اللي بتسبب فيه؟ الرجل، فبيطلق عليه لبن الفحل. يبقى ده قالت إنما رضعتني المرأة، فده أبوها من الرضاع هو لم يرضعها، ولكن هي المرأة رضعته لأن هو الذي تسبب في ذلك، يبقى كان السبب من جهته. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليه وعمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قال فأبيت أن آذن له. يعني رفضت، أن الأمر فيه شك عندها، ما تعرفش المسألة، يعني هو مع أنه بيّن لها أنا عمك من الرضاعة، لكن هي يعني تريد أن تتثبت. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له، فأمرني أن آذنه. يبقى على ذلك يبقى ده ما يطلق عليه لبن الفحل، نسبة اللبن إليه مجازية لأن هو كان السبب فيه. يبقى نقول ده هذا لبن الرجل عند المرأة لترضعها، لكن ده هو السبب فيه، هو الذي كان سببا في هذا اللبن الذي جاء إلى هذه المرأة، إذا كان بالوطء أو يعني بالنكاح والحبل. وبالتالي يبقى هنا لبن الفحل تنتشر من خلال أيضا هذه الحرمة. يبقى الحرمة من جهة الرجل، الحرمة من جهة المرأة ده منصوص عليه، أمهاتكم التي أرضعنكم، يبقى ده نص صريح أهو. ولكن يطرط من جهة الرجل بقى الأب الزوج، يبقى هذا الزوج بيبقى أبوها من الرضاع، أخوه عمها من الرضاع، خالته من خالتها من الرضاع، أو خالوها من الرضاع، وهكذا. يبقى بتنتشر الحرمة من جهة الرجل والمرأة. ثم ذكر الباب التالي، باب شهادة المرضعة. يعني عشان مسألة لبن الفحل كده نتخيلها، يعني نقول ده خلاص أبوها من الرضاعة، هنعترف بكده ده أبوها من الرضاعة. طب الراجل ده لو كان متزوج امرأة أخرى وأنجبت مثلا بنتا، طب هذا الولد اللي رضع من المرأة الأولى هل يا ترى يحل له أن يتزوج ببنت هذا الرجل المرأة الثانية؟ لا يحل، ده يحل لأن ده أبوه من الرضاعة ودي بنته. فلذلك يبقى تنتشر حرمة هذه الصورة. يبقى الرجل ده متزوج باثنين، وبالتالي المرأة الأولى أرضعت صبي، فهو يا ترى ممكن يتزوج بنت هذا الرجل من المرأة الثانية؟ نقول لا، تنتشر حرمة من جهتي،
يبقى ده أبوه من الرضاعة، يبقى ده أبوه من الرضاعة، وبالتالي يبقى ده أيضا هيبقى أخوه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة، يبقى تنتشر من جهة إيه هذا الرجل. قال باب شهادة المرضعة. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال وقد سمعت من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ، قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني، فأتيت من قبل وجهه قلت إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. وأشار إسماعيل بصبعي السباب والوسطى يحكي أيوب. يبقى شهادة المرضعة، يبقى إن كانت هذه امرأة وهي التي أرضعت، وبالتالي لم ينقل هذا الخبر إلى هذا الرجل وتلك البنت تزوج. إن شهدت هذه المرضعة يا ترى شهادة المرضعة هيعمل بها ولا لا؟ نقول هي طلعت على أمر قد لم يطلع عليها غيرها، فإن كانت صديقة فالبعض قال يعمل بشهادتها، يعمل بشهادتها، البعض قال إن هو لو كان الخبر بخبر منتشر بين الناس يبقى شهادة هذه المرأة هيعتبر عند ذلك الأمر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكيف وقد قيل وأمروا بفراقها، وأمروا بفراقها، يبقى شهادة هذه المرضعة إن كانت يعني ما يعرف بالأمانة والصدق يبقى ممكن هتعتبر عند ذلك. ولابد من الاحتياط في مسألة الفروج، احتياط في مسألة الفروج، يبقى على ذلك مبدأ الحيطة والحذر، يبقى على ذلك يبقى فيه نوع من أنواع الشك، وبالتالي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلذلك يقول عقبة بن الحارث رضي الله عنه لما سمع ذلك وأن المرأة هذه المرأة دخلت عليهما ودخلت عليه وامرأته فقالت إن أرضعتكما، فقال كيف، طبعا هو صغير فهيكذبها كيف، فإن كانت امرأة تعرف بالصدق والأمانة فعلى ذلك يقبل قول هذه المرأة. قال فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال قالت إنها قالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت من قبل وجهي فقلت إنها كاذبة، قال كيف بها، كيف قد قيل، خلاص الأمر طالما قالت الكلام دوت فأمروا بفراقها، يبقى شهادة المرضعة هيعتبر في ذلك، هيعتبر في ذلك. قلنا خاصة لو كانت امرأة بتعرف بالصدق والأمانة، يعني بالصدق وتتقي ربها سبحانه وتعالى، يبقى هنقبل شهادة هذه المرأة. قال باب ما يحل النساء وما يحرم، باب ما يحل النساء وما يحرم، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر آيتين إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله كان عليما حكيما. قال أنس بن مالك رضي الله عنه والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام، زوجة الآخر يبقى دي زوجة، يبقى زوجة هذا الرجل يبقى منها، والمحصنات من النساء أي يقصد بها زوجة الآخرين يبقى دي تحرم أيضا لأنها زوجة لرجل، زوجة لرجل. قال ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته. وقال أيضا في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله ابن عباس رضي الله عنهما قال حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية حتى قول الله سبحانه وتعالى إن الله كان عليما حكيما. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين رحمه الله لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسين بن الحسن ابن علي بين ابنتي عم في ليلة، وكرهه جابر ابن زيد القطيعة وليس فيه تحريم لقول تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرم عن ابن عباس رضي الله عنه إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي
عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا تزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس رضي الله عنه حرمه. وأبو نصر هذا لم يعرف بسماع من ابن عباس. ويروى عن عمر بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري قال علي لا تحرم، قال وهذا مرسل. ما يحل نساء وما يحرم، ما يحل نساء وما يحرم، لأن الآية نقول ما يحل لنا نتزوج النساء، أقول على ذلك حرمت عليكم الآيات، ده منطوق الآيات، حل لكم ما وراء ذلكم. يبقى دي المحرمات من النساء محددة معلومة. وبالتالي لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يلبس المحرم، قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، ما عدا ذلك بحل، لأن نقول على ذلك الحرمة بتبقى مقيدة، كانت مقيدة فأجاب بالنفي. مع أن السؤال ما يلبس المحرم، يلبس إيه اللبس يلبسه، قال لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا. طب باقي الكلام ده، باقي الحاجة دي غير هذه الأشياء، يبقى إيه حل في ملبسها بالنسبة للمحرم. هنا ما يحل النساء وما يحرم، يبقى إن قال مثلا قال ما يحل لي من النساء أقول حرمت عليكم، تعرف ما يحرم عليكم النساء، ما عدا ذلك يبقى حلال لقول الله سبحانه وتعالى وحل لكم ما وراء ذلكم. قال حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. بدأت الآيات بتذكر تسرد المحرمات من النساء، سواء كان من النسب أو كان من الرضاع، وكذلك إن كانت زوجة للغير، إن كانت زوجة للغير كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. قال أنس رضي الله عنه والمحصنات من النساء زوات الأزواج الحرائر حرام، يبقى زوجة الغير، يبقى زوجة الغير حرام، إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا ينزع الرجل جاريته من عبده، يبقى ده عبده تزوج هذه الجارية، زوجة هذه الجارية جاز طبعا هنا أن يفرق بينهم، وذلك ما ملك يمينه، جاز أن يفرق بين هذا العبد وملك يمينه وحتى يعني يطأها. وقال لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال ابن عباس رضي الله عنه ما زاد على الأربع فهو حرام، يبقى ده أقصى عدد. فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وكان عنده أكثر أربع نساء يبقى أن يمسك أربعة من النساء ويفارق الزائد. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حرم من النسب سبع ونصير سبع، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم. يبقى جاب الكلام ده منين؟ سبعة بالنسب وسبعة بالمصاهرة، جابها من الآية، يعني الآيات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وبعد كده الآيات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى ده وحل لكم وراء ذلكم، يبقى دي المحرمات، ما عدا ذلك يبقى حلال. فذكر السبع الأول كده اللي هم بالنسب يقول عنها ابن عباس رضي الله عنهما قال حرم من نسب سبع، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه السبع اللي هو ذكرهم ابن عباس رضي الله عنه. وبعد كده قال ومن الصير سبع، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. بعد كده تأتي الآية الثانية والمحصنات من النساء أي زوجة الغير، هي زوجة الغير دي مش مصارة لكن ده تجاوزا، يبقى ذكر كده أدي الرضاع
وهذه الأول النسب، وذكر بعد كده أمهاتكم التي أرضعنكم لغاية والمحصنات من النساء، دي سبعة أيضا. وبالتالي قال ونصير سبع، ثم قرأ الآية بأكملها. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، ما ابنة علي دي مش من هذه المرأة، لكن دي زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يبقى دي بنت ابنة علي رضي الله عنها، ليست من هذه المرأة، لكن هذه المرأة زوجة لأبيها، فعلى ذلك جاز أن يجمع بينهم. فتزوج هذه ابنة علي وامرأة علي، ما نظنش دي المرأة وأمها، لكن دي زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنها، وهذه ليست ببنتها. فتزوج بنت علي بن أبي طالب، وتزوج بامرأة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اللي هي ليس هذه بابنتها، يبقى جاز هذا الأمر. نعم، لكن احنا بنتكلم على كما قالت الآية حلال أبنائكم الذين أصلابكم، كان الواحد بيتبنى ولد وبيسميه باسمه، فبيعامله معاملة الابن، بدي أصبحت زوجة الابن، نقول لا، زوجة الابن التي تحن على رجل هي الابن الصلبي، لكن لو تبنى ولد وتزوج يبقى دي انا اقول حتى لو سمى ذلك ولد باسمه، يبقى نقوله ده يعني ابوه، ودي مرات او زوجة ابن ذلك الرجل، لا هو ليس بابني، وحلال ابن ابنكم الذين من اصلابكم، يبقى ابطل التبني، والحكم ايضا الذي يتبنى الذي يترتب على ذلك. فقال جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، يبقى ابنة علي دي مش دي امها ولكن دي مرات ابيها. وقال ابن سيرين رحمه الله لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به، يعني ده حكم صحيح ان جمع بين هذه البنت وزوجة الاب ان مات عنها او طلقها، يبقى ليس هناك حرج في ذلك الامر. وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به. قال وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، بين ابنتي عم في ليلة، يبقى هو يحرم أن يجمع بين المرأة عمتها، المرأة خالتها، لكن نقول هذه المرأة وبنت خالتها وبنت عمتها، يبقى ليس هناك في حرج. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، يبقى نتكلم بين حاجتين، الحكم الشرعي وما يترتب على هذا الفعل. يبقى كحكم شرعي يبقى ده صحيح أن يتزوج ببنتي عم، يبقى ده لأن بنت عم وبنت عم آخر، لكن مش بنتي عم يعني هو شقائق، ما ينفعش لأن دي تجمع بالأختين، يبقى بنت عم فلان وبنت عم فلان، ونقول على ذلك يبقى دول بنات عم يجمع بينهم، يبقى لا حرج كحكم شرعي. لكن لما قال وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم، وليس فيه تحريم، يبقى ممكن يكون الفتوى نقول ايه يعني يمنع ذلك الشيء، الوجود هيبقى قطيعة ومفسدة عظيمة، والنساء غيرها كثير، نساء غيرها كثير، يبقى ده المقصد. هو حرام؟ ليس بحرام، ليس بحرام. زي بالضبط كده نقولوا ان زوجة الاب، زوجة الاب بتحرم على الابناء حرمة ابدية، يبقى رجل كده طلق امرأته او ماتت عنه وكان قد انجب اولادا، تزوج بامرأة أخرى، زوجة الأب تمثل إيه دول؟ يبقى تحرم عليهم حرمة أبدية، حرمة أبدية. طب يا ترى حرمة أبدية معناها إيه؟ يختلي بها، يختلي بها، يسافر معها، نعم محرم لها، محرم لها. لكن لما نقول إن هي تكون صغيرة في السن، ودول أولاد أيضا صغار في السن، فنخشى أن يتلاعب بهم الشيطان، فنقول لا، لا يجوز إن هو أن يختلي بها. حرام؟ من جهة بقى الحكم الشرعي ان ده حرمة ابدية، لكن من جهة فساد الذمم نقول لا، يمنع، هو صغير وهي صغيرة فتلاعب بهم الشيطان، يبقى المنع ده من اجل ذلك الامر، لكن ليس بحرام، ده شو ده حرام، يبقى نقول انها تحرم عليه حرمة ابدية، لكن الفتوى هنا يسافر بها بمفرده نقول لا، لا يسافر. ليه؟ لان احنا ممكن يحدث نوع من انواع الفساد خاصة مع خراب الذمم ومع ضياع الدين، يبقى المنع هنا كفتوى، لكن كحكم شرعي نقول ليس فيها شيء لأنها تحرم عليه حرمة أبدية. فناخد بالنا دايما من تطبيق الأحكام بيكون إزاي عشان ننزل الحكم ده على واقع ده فيه تداعيات أخرى لابد من النظر إليها،
ولابد من الاهتمام بها. فلما قال جابر بن زيد كره ذلك جابر بن زيد رحمه الله للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى الآية صريحة جدا ما عدا المحرمات دي يبقى إيه يحل لك النساء غير ما ذكر من المحرمات من النساء، لكن ممكن نمنع يبقى ممكن نمنع. يبقى الرجل تزوج بامرأة وأراد أن يتزوج ببنت خالتها من جهة الحرمة مفيش حرمة، لكن من جهة ممكن القطيعة ممكن تحدث مفسدة كبيرة جدا. وقطيعة أنا أقول له ابحث عن غيرها، يعني إحنا لا نمنعك أن تتزوج بأخرى ولكن ابحث عن غيرها مخافة أن يكون هناك قطيعة. قلنا لأن الأحكام الشرعية الآن أصبحت غريبة غريبة، فيحدث شقاق وقطيعة في هذه الرحم، فبالتالي نقول إيه ابحث عن غيرها، هو يحرم ولا لا يحرم؟ فنقوله أن الحكم الفقهي يعني حكم الفقه لما بيعرفه الإنسان ساعات إن هو بيتكلم بالحكم الفقهي من غير ما ينظر إلى المفاسد التي ممكن تحدث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال له بيسأله عن نظرة الفجاءة، يعني نظرة الفجاءة وقع نظرة الفجاءة كده، ما قالوش بقى ده حلال وحرام، قال له اصرف بصرك اصرف بصرك، يبقى كيف تصرف مع المسألة؟ اصرف بصرك. لو قال لك الأولى ليك والتانية عليك زي ما بيقولوا كده يبقى على ذلك هيطلق البصر، دي النظرة الأولى، يعني دي النظرة الأولى. طبعا نتيجة يعني ضياع الأحكام الفقهية عند الناس ضياع الدين وخراب الذمم، يبقى على ذلك أنت ما تدوش المادة التي يعني يخالف من خلالها أو يقع في الخطيئة والمخالفة. قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه إذا زنى بأخت امرأة نعم تحرم عليه امرأته، فالحرام لا يحرم الحلال، قال الحرام لا يحرم الحلال، يبقى إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، يبقى هو جمع بين أختين، لا الجمع بين أختين لما يكون بعقد، لكن ده هو وطأ الأختين ده بعقد وده بزنا، يبقى في الحالة دي تحرم عليه امرأته، فقال لا تحرم عليه امرأته. طب ليه؟ يبقى الحرام لا يحرم الحلال. إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، ولكن بيبقى في حكم تاني ان هو لو زنى باختها يبقى بالتالي لا يطأ الزوجه زوجته الا لما تعتد هذه المراه من الزنا، عشان ما لا يجمع في رحمين يحرم الجمع بينهما. يبقى لذلك ان زنى بهذه الاخت واختها متزوجها يبقى على ذلك هيمتنع من وطء هذه الزوجه لغاية لما تبرأ هذه بالعدة، لأن يعني الزنا له عدة، فزنى يبقى ليها عدة، ينتظر لغاية لما تنقضي العدة حتى لا يجمع ماء في رحمين، في رحمين يعني لا يجوز الجمع بينهما. زنى بأمها أو هو متزوج الأم وزنى ببنتها يبقى ممنوع أن هو يجمع بين دول، وبالتالي بقى في الحالة دهية بينتظر لغاية الزوجة إلا بعد انقضاء عدة هذه التي زنى بها. فقال إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، وبيتكلم على حكم هنا ما بيتكلمش على تبعات الأمر. ويروى عن يحيى الكندي رحمه الله عن شعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا تزوجن أمه، قال ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه، يعني هو غير معروف يعني من ناحية ثقة وصدوق غير ذلك، لكن هنا ولم يتابع عليه، يبقى الكلام دوت يعني كلام مقصد ان هو مردود، يعني ان لاط بذلك الولد او لاط بابي الزوجه يبقى في الحاله دي تحرم عليه ولا لا؟ فقال في من يلعب الصبي ندخله فيه فلا تزوجن امه، ويحيى هذا غير معروف ولا متابع عليه، يعني ايه نقول الحرام لا يحرم حلالا. وقال عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه اذا زنى بها لم تحرم عليه امراته. ويذكر عن ابي نصر ان ابن عباس رضي الله عنهما حرمه، وابو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس، يبقى القول اما قال في الاول اذا زنى بها لم تحرم عليه امراته. ويروى عن عمر بن حصين رحمه الله جابر بن زيد والحسن وبعض اهل المشرق العراق تحرم عليه، بعض العلماء قالوا تحرم، يبقى ان تزوج بامراه ثم زنى بامها يبقى تحرم تحرم عليه، يبقى يتم الفسخ، يعني ان هو تزوج بالمرأة وزنى ببنتها يبقى تحرم عليه بهذه الصورة، تزوج امرأة وزنى باختها
يبقى على ذلك قالوا تحرم عليه، ده قول بعض أهل العلم قالوا تحرم عليه، يعني هو هيعامل عند ذلك أنه يفرق بينه وبين هذه الزوجة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض، حتى يجامع يعني. وجواز ابن المسيب وعروة الزهري، وقال الزهري قال علي لا تحرم، وهذا مرسل. ويقولنا القاعدة عندهم أن الحرام لا يحرم حلالا، الحرام لا يحرم حلالا. يبقى نقول ده وطأ هذه المرأة، لكن ده في زنا، غير أنه أجمع بالأختين بعقد، لكن هو تزوج هذه المرأة وزنى بعمتها، زنى بخالتها، زنى بأمها، زنى ببنتها، زنى بأختها، يبقى كده الحرام لا يحرم حلالا. يبقى لو تخيل نحن نقوله هذا رجل زنى بأم هذه البنت ثم أراد زوج البنت، من ناحية الحكم الشرعي يبقى ما في كلام ابن عباس أهو رضي الله عنه واضح، يبقى الحرام لا يحرم حلالا، لكن من ناحية الفتوى يمنع، لأن نقول خراب الذمم وضياع الدين عند الناس وفساد الأخلاق، يبقى ماذا يصنع هذا الولد إن زنى بهذه الأم وبعد ذلك تزوج ببنتها؟ يبقى نقول على ذلك الأمر هيسهل عليه، هيسهل عليه مع خراب الذمم وفساد الأخلاق وفساد أيضا يعني الزمان. يبقى كفتوى نقول تزوج غير هذه البنت، تزوج غير هذه البنت، يبقى دي فتوى عشان احنا نمنع المفاسد، نمنع المفاسد. إن كان هو زنى بأمها قبل أن يرتبط بهذه البنت، طب بعد الارتباط يبقى هيسهل عليه، يعني كان يبقى هي أساسا زنى بها وكانت يعني ليس هناك علاقة، طب هناك علاقة الآن، وبالتالي بقى أمر دخوله على هذه المرأة في بيتها أو إتيان هذه المرأة إلى بيته هيبقى سهل، الحم والموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيشك يعني لما يجي هذا البيت محدش هيشك فيه، نقول دي حماته أساسا يعني، لكن هو زنى بها قبل ذلك، فيبقى الأمر هيسر عليهم ذلك الأمر. وبالتالي لما يبقى في فتوى نقول لا يبحث عن بيت عن بنت غير هذه البنت، هو يحرم عليه؟ يبقى ساعات لما يقول اصل ده لا يحرم، هو ياخذ الكلام ده ويبدا يعني يطبقه على نفسه، خلاص طالما لا يحرم، لكن عشان نمنع الفساد قلنا مع ضياع الدين وخراب الذمم فساد الزمان، يبقى نقول ايه في الفتوى يمنع، يمنع ذلك الامر، يبقى دي الفتوى. لكن هنا يبقى الكلام ده كله أحكام، أحكام صحيحة، ولو الحرام لا يحرم حلالا، لكن برضك قلنا في الفتوى بيراعى فيها جوانب أخرى. ثم ذكر باب وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنه الدخول والمسيس واللماس هو الجماع، أن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.